معنا واحد من رموز النادي الاهلي وكابتننا الكبير والمدير الفني القدير كابتننا الكبير كابتن عادل طيمه. كابتن عادل اهلا بيك. اهلا استاذ محمد. تحياتي وتحيات كل مشاهدي الرومنتادا كابتن عادل. اهلا بيك واهلا بجمهورك العظيم. النادي الاهلي والسوبر الافريقي والدوري الافريقي امام سيمبا في مباراه العوده بعد التعادل طبعا اللي لم يرضي جماهير النادي الاهلي امبارح 2-2 امام سيمبا التنزاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه طبعا لازم نبقى عارفين وانا قلت الكلام ده قبل كده ان النادي الاهلي نتيجه المشاركات الكتير تلاحم المواسم السنه دي ما عملش فتره اعداد، يعني راح يوم 28 النمسا، يوم 4 كان 14 لاعب مش موجودين معاه، وبعدين رجع على ماتشين دوري ثم سان جورج ماتشين، فكولر بياخد الماتشات ديت كنوع من التجهيز وبيعمل فتره اعداد من خلال المباريات الرسميه. طبعا المره دي برضو كمان مباشره بعد المنتخب ما لعب والمنتخب الاولمبي واخد مع الاجانب واخدين 14 لاعب، فالراجل كان في الملعب بيدرب يمكن 10 لاعبين فقط، وبعدين اللعيبه جات له يوم السفر، يعني في لعيبه جات له ما شافهمش غير وفي علي معلوم واحدة. ما سافرش، ما عرفش يسافر، يعني جم الثلاث لعيبه المنتخب، جم الاربع سافر الاربع، يا دوبك الخميس ولعب الجمعه. تمام، يعني الراجل ده راجل اوروبي، ما اعرفش يعني. طب احنا كمصريين يعني متعودين ان احنا يعني في عدم الانتظام ده، لكن الراجل ده يعني مش عارف هيشتغل ازاي يعني. فطبعا النتيجة الراجل بيدي تعليمات وبيدي واجبات، واللي احنا شفناه امبارح الاهلي ادى شوط رائع جدا. الشوط الاولاني كان مفروض الاهداف تترجم يبقى فيه نوع من التركيز شوية، لكن طبعا الولاد برضو الى اللعيبة الى حد كبير معذورين، لكن الاعذار دي شوية شوية طبعا مش هتبقى فيه اعذار، لكن الفرص الشوط الاولاني كان ممكن بمنتهى السهوله تبقى النتيجه 4-0. الشوط الثاني نفس القصه، نوع من يعني نوع من عدم التركيز شويه، واضاعه الفرص كان سبب ايه يا كابتن عادل؟ يا فندم اضاعه الفرص، منها فرص مهمه جدا صلاح محسن في يعني اخر هو الراجل المباراه. الراجل المدير، اي مدير فني في العالم بيوصلك كفريق انك توصل لمرمى المنافس من اسهل الطرق، اطراف اختراق من العمق، تسديد من بره، كل الامور ديت المدير الفني بيوصلك لدي. ثم طبعا الفرص، انت يعني واحد زي كهربا بخبراته، بيرسي تاو بخبراته، الفرص السهله اللي ضاعت ديت مش محتاجه مني غير ان انا ابقى مركز بس، انما المدير الفني بيوصلني ان انا بوصل للجول المنافس بمنتهى السهوله واليسر. وممكن جدا ان انا الشوط الاولاني كنت اجيب 3-4 اهداف يعني على الاقل خالص، وبعدين الشوط الثاني حتى بعد ما كانت النتيجه 2-1 برضو ثلاث انفرادات ما لهمش حل، ثلاث انفراد صلاح محسن منهم، ديانج لما راح وشق حسين الشحات، يعني فرص كثيره ضاعت كانت مفروض ان هي النتيجه كانت تبقى مش اقل من 4-5. لكن برضو لا نغفل دور الحكم، برضو الراجل الحكم كان ليه ضربه جزاء بتاع كهرباء 100% الكهرباء صح ما حسبهاش، الى جانب ان الراجل يعني تبص تلاقي لعيبه بتحتك بيه وخاصه رقم 4 بيزق فيه وبعدين بيحتك بلعيبه الاهلي، وللاسف الشديد الحكم ما بيحميش اللعيبه بتاعت النادي الاهلي نتيجه ضعفه الشخصيه، شخصيته ضعيفه جدا. وبالتالي انا لما اكون راجل حكم زي ده وموجود في مباراه حاضرها، رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي ورئيس الاتحاد الافريقي ورئيس لجنه الحكام يا محمد، رئيس لجنه الحكام حضرها، كلينا رئيس لجنه الحكام الدوليه كلينا كان حاضر المباراه، ومع ذلك ضربه جزاء ما بيحسبهاش، فاولات الهوا كده، حاجات من الهوا، ما بيديش انذارات كافيه، يعني حتى الانذار اللي خده خالد لما الكره اتعادت مع الراجل ما عملش اي حاجه علشان يديله عليها انذار، هو يعني بيعمل عمليه يعني نوع من الـ يعني من المبادله او يعني سد يعني حاجه غريبه جدا ان هو
انا اديت هنا انذارين فلا ادي للنادي الاهلي انذار بدون مبرر، لكن قدامنا على الشاشه دي الكوره ضايعه لا يمكن تضيع. طيب كابتن عادل، يعني بعوده محمد عبد المنعم وامام عاشور وموديست اعتقد ان الامور ممكن تتغير فنيا للنادي الاهلي. اكيد ان شاء الله باذن الله تعالى، لان حتى برضو اللعيبه يعني الحمد لله ان الاداره وفرت طياره خاصه، رجعوا امبارح وصلوا فجر النهارده، النهارده راحه. طبعا هيلعبوا تمرينه بكره ان شاء الله، وبعدين على طول المباراه يوم الثلاث، فيبقى يعني الثلاث هيبقى يوم الاثنين هيبقى فيه على طول المعسكر تحضيرا لمباراه الثلاث. طبعا بيشتغل النادي الاهلي في ظروف في منتهى الصعوبه نتيجه ان الاتحاد الافريقي الى حد كبير ما بيديش المواعيد اللي فيها نوع من العلم ونوع من مراعاه ظروف النادي الاهلي. فتبص تلاقي من المنتخب 48 ساعه بتلعب في افريقيا وبتسافر تنزانيا، مين بيعمل كده في العالم كله؟ فطبعا دي امور كلها ما هياش مبررات، لكن دي امور واضحه لاي حد بيشوفها. لكن ان شاء الله رجالتنا ولاعيبه النادي الاهلي ان شاء الله قادرين بعون الله انه الماتش اللي جاي يعني يفوزوا ويفوزوا بجدار ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. كابتننا الكبير كابتن عادل طيمه بشكرك شكرا جزيلا، كنت ضيف معانا عبر الهاتف في الرومنتادا، بشكرك شكرا جزيلا.